نذهب إلى مكان تحطم المروحية الأمريكية خلال عملية الإنزال الجوي وما حصل ليلة البارحة في إدلب واستهداف زعيم تنظيم الدولة. ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي من هناك قحطان مصطفى. تحياتي قحطان، يعني أطلعنا واشرح لنا وفصل لنا الصورة من عندك. نعم، إذا نحن الآن في ريف مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي، وهي المنطقة طبعا القريبة من الحدود السورية التركية. نحن تحديدا في محيط مدينة أو قرية جنديرس. طبعا خلفي تماما هذا هو حطام الطائرة، طائرة الأباتشي التي سقطت يوم أمس في هذه المنطقة. هذه المنطقة منطقة زراعية بحسب الجوار، فأن هناك طبعا في هذه المنطقة تم إنزال لهذه الطائرة بعد طبعا يعتقد بأنها قد أصيبت بسبب الاشتباك الحاصل في ريف إدلب مع عناصر لتنظيم الدولة. هذا ما تبقى من هذا الحطام طبعا بعد أن تم تفجيره بالطائرات المرافقة لهذه الطائرة. هناك كان طائرة قد أصيبت، هذه هي الطائرة التي أصيبت، وطائرتان في الجو كانت مرافقة لهذه الطائرة. تم الهبوط الاضطراري في هذه المنطقة ثم إخلاء هذه الطائرة من الجنود الذين كانوا فيها، ثم تم تفجير الطائرة من قبل الطائرات المرافقة، وهذا هو الحطام الذي تبقى من هذه الطائرة. طبعا هناك أيضا بحسب الجوار الذين كانوا قريبين من هذه المنطقة، بحسب شهود عيان قالوا بأن هناك إصابات كانت في داخل هذه الطائرة لجنود تابعين للتحالف، وتم إجلاؤهم بعد تنفيذ الإنزال الذي قامت به الطائرات المرافقة. كان هناك 5 طائرات ترافق هذه الطائرة، 2 تبقت في السماء، وهناك إنزال لطائرة بجانب هذا المكان، ثم قام طبعا عناصر التحالف بتفجير هذه الطائرة، وهذا ما تبقى من الحطام. طيب، يعني هل هذه المنطقة يسمح للصحافة بالدخول إليها، ويعني كيف يتم الإشراف عليها حاليا قحطان؟ حاليا هي تحت إشراف الجيش الوطني، طبعا كان هنا متواجدا منذ ليلة أمس، منذ منتصف ليلة أمس بعد يعني هبوط هذه الطائرة وبعد تفجير هذه الطائرة. سمح للصحفيين بالدخول وتصوير هذه المنطقة بعد تأمين المكان. طبعا تم ابتعاد الناس، ابعادهم من هذه المنطقة بسبب الخوف على أرواحهم، وبسبب طبعا الخوف من عودة الطائرات مرة أخرى إلى هذه المنطقة، أو عودة عناصر لتنظيم الدولة لتفقد هذه المنطقة. الخوف طبعا من قبل الجيش الوطني على حياة المواطنين دفعهم لإبعاد الناس من هذا المحيط. طبعا سمح للصحافة بالاقتراب، سمح للإعلاميين منذ ساعة من الآن للاقتراب وتصوير هذه المنطقة. طيب قحطان، يعني معلش لو نرجع نفصل، هذه المروحية شاركت في عملية الإنزال في أطمة شمال سوريا في إدلب، والآن نتابع ركامها في عفرين، فهذه المسافة كلها كيف عايشتم هذا الموضوع؟ هل كان يعني يشعر به في هذه الأثناء من مشاركتها في أطمة وصولا إلى ركامها في عفرين؟ أتحدث عن ليلة أمس طبعا. طبعا منذ منتصف ليلة أمس، منذ تحرك الطائرات ليلة أمس على شريط الحدودي مع تركيا، كان هناك مراقبة لهذه الطائرات. طبعا هناك أيضا تصوير ليلي لهذه الطائرات من قبل المواطنين ومن قبل النشطاء، هناك متابعة حتى وصولها إلى ريف إدلب، حتى بدأت الاشتباك مع عناصر تنظيم الدولة، أو ما يشتبه بأنهم عناصر ينتمون لتنظيم الدولة. قام العناصر بالاشتباك بشكل مباشر مع هذه الطائرات ومع قوات التحالف
وخاصة الطائرات أيضا المشاركة التي أتت لدعم هذه العملية. بالبداية كان هناك طائرتان، ثم يعني وصل الدعم من قبل التحالف، وصلت الطائرات إلى 7 طائرات طبعا تدعمها طائرات F-16 القتالية، بالإضافة إلى طائرات المروحية الأباتشي. الذي حصل أن بعد عملية الاشتباك وبعد عملية الإنزال التي حصلت في ريف إدلب، كان هناك إصابة لهذه الطائرة، لم تستطع الصمود لمدة أو مسافة بعيدة عن هذه المنطقة، بقيت محاذية للحدود السورية التركية. نحن نتحدث عن منطقة جنديرس، وهي منطقة قريبة للحدود السورية التركية. بعد هذه الإصابة وصلت إلى هذه المنطقة الزراعية، هذه منطقة زراعية وقعت هنا هذه الطائرة، أو تم إنزالها بحسب طبعا الشهود العيان، ثم تم إخلاؤها من الجنود التابعين للتحالف، ثم تم تفجيرها بعد تأمين هذه المنطقة، تأمين طبعا الجنود وطبعا صعودهم إلى منطقة أو إلى الطائرات التي كانت مرافقة لهذه الطائرة. كان هناك 5 طائرات في السماء، هناك حالة من الرعب بصراحة حسب ما يعني شهدنا من جوار هذه المنطقة. هناك مزارعون يعني قالوا لنا بأنها كانت ليلة عصيبة جدا على المزارعين وعلى هذه المنطقة. كان هناك انتشار لعناصر التحالف على الأرض، وهذا حدث لأول مرة بعد طبعا العملية الكبيرة التي طبعا قتل فيها زعيم تنظيم الدولة البغدادي في عام 2019. هذه أكبر عملية بعد تلك هذه بعد تلك العملية. تماهيا مع ما تتفضل به، نيويورك تايمز الآن تقول بأنه كان هناك 20 من الكوماندوز الأمريكيين مدعمين بطائرات هليكوبتر حربية وطائرات مسيرة شاركت في هذه العملية. إذا قحطان مصطفى مراسل تلفزيون العربي من عفرين، ابقى معنا، سنكمل معك في هذه التغطية ونتابع الصور التي ترصد حطام المروحية الأمريكية. ملاد، شكرا جزيلا لك قحطان.